البومة وأنا الساحر يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. أي أبطال الليل ليس بذلك خيار. أبطال بلباس النوم. نوم القطار أيتها البومة. هيا هيا أسرعا. ما سبب حماستك الشديدة أمايا؟ بسبب اللعبة الجديدة في الملاهي، قطار الملاهي الطيار. أخبروني عنه بالأمس، إنه سريع، ستشعران وكأنكما طائران. أحب الانطلاق بسرعة. الجميع يريدون ركوب اللعبة لأنها أسرع لعبة في العالم كله. هيا لنلقي نظرة عليه. هيا نظرة عليه. أمايا. سيداتي سادتي، أيها الفتية والفتيات، قطار الملاهي الطيار أمس الآن مختفيا. أين القطار؟ كيف له أن يختفي؟ كنت متشوقة بشأن الطيران. كيف يمكن لقطار كبير أن يختفي؟ القطارات تسير على السكك صح؟ ثمة منعطفات وحلقات دورانية، وهذه السكة لا تزال مغلقة. كيف له أن يخرج عن السكة ويتابع مساره؟ انظرا، كانت هناك سكك أخرى للقطار لكنها اختفت. سكك قطار تختفي؟ هذا من صنع أشرار الليل. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. نعم، يتحول غريغ إلى زاحف. نعم، يتحول كونر إلى تتحول أغانيا إلى بومة. المقنعون الصغار، هيا هيا أسرعا إلى طائرة البومة. انتظري أيتها البومة، إن كنا سنتبع تلك الآثار علينا البقاء على الأرض. حسنا، معك حق، ولكن أردت أن تركبها فقط. حسنا، إذا هيا إلى سيارة القط. أنا سأفعل. إنها قليلة الصبر. هيا بنا لننطلق. انظرا انظرا يا شيء. مهلا، هذه اثار سكك القطار المفقوده، نسيتي؟ اذا تتبعناها سنجد القطار. أكان ذلك مختبر روميو؟ بدا كذلك يا زاحف، لكنه كان يتحرك عشوائيا. البومة، انسيا أمره، كونه في مختبره يعني أنه لا يقود القطار، وعلينا أن نعرف من يقوده. هيا هيا بنا. اتفقنا. مهلا. اختفت الآثار، كيف سنجد القطار الآن؟ نظرة الثاقبة. أرى شيئاً في الأفق البعيد، شيئاً سريعاً. ها هو القطار. أرأيتما؟ أخبرتكما أنه سريع. لن نرى الآن من يقوده. روميو، مرحباً أيها المقنعون الصغار، لكننا رأيناك تقود مختبرك. لم أكن أنا، لا أحد يقود مختبري، لقد أصابه تماس كهربائي وانطلق من تلقاء نفسه. من الجيد أن لدي هذا القطار فائق السرعة لإيقافه. من أين لك بهذه السكك الحديدية؟ المسألة بسيطة، الفضل يعود لاختراعي صانع السكك، إنه يصنع السكك في كل مكان. عجبا، إنه مذهل فعلا. الاختراع الأروع هو ذلك الموجود في الخلف والذي يفكك السكة.
ولكن هذا القطار لا يلزمك، سنعيد المختبر لك. ها، وكأنني سأستغني عن هذا القطار حالما أستعيد مختبري. مستحيل، مستعينا بأدواتي المخبرية أستطيع زيادة سرعة هذا القطار وسأغدو أسرع شرير في العالم. ها؟ ها ها، أنت يا مختبري. وداعا أيها المقنعون الصغار، يبدو أن هذا القطار فاتكم. يجب علينا أن نوقف روميو قبل أن يجعل القطار أسرع وأخطر. أمرك أيتها البومة، ها نحن ذا يا روميو. القيادة الآلية. أوه رائع، هذا القطار مذهل فعلا. ها، اقتربت منك يا مختبري المشاكس. ها، لن يمسك بي المقنعون الصغار مطلقا بسيارة القطط البطيئة جدا. هيا بنا فلنوقف روميو جناحي الخارقان. ها، احذري. أوه، الطيور كانت ستأكلني. شكرا يا فتى القط. لسنا مستعجلين، سنحقق هدفنا. هاي اسمها، لنتسلل خلفه ببطء شديد. نم البطء، لننطلق. أيها البومة، أنا بخير. ها، أيعقل أن يكون المقنعون الصغار على متن قطاري؟ سأحرص على ألا يكون. أنا آسفة، يبدو أنه اكتشف أننا على متن القطار. لا عليك، لدي فكرة جديدة، سنداهم روميو في آن واحد ولن يتمكن من إيقافنا. سنعد لثلاثة، سنركض معا ونقفز. واحد، اثنان. أيتها البومة. حسنا. لماذا متسرعة؟ لماذا لم أستمع لفتى القط والزاحف؟ هو اقترب أكثر من مختبره. كل هذا لأنني متسرعة. أنت بخير؟ أجل، آسفة، تخططني لشيء ويفشل بسببي. آسفة. لا عليك، تحمست بشأن ركوبنا القطار. سأتولى أمر الذراع الآلية. عضلات الساحة الخارقة. الآن أنا لدي خطة، وحتى تنجح علي أن أتريث. حان وقت البطولة. أجل. أعلم بوجودكم أيها المقنعون الصغار، لكن لن يطول بقاؤكم. بسرعة، ما هي خطتك؟ سنوقف القطار نهائيا، وسنفعل ذلك معا يا صديقي. أنت اقفز وأحضر بعض الأغصان. أنت اسحب بالقرب من صانع السكك. لك ذلك. بعدها دوري أنا، سأحمل الأغصان إليك وسنستخدمها لتعطيل صانع السكك وإيقاف عمله. دون سكة لن يصل القطار إلى مختبر روميو. هذه خطة رائعة، أظنها ستفلح. حتى تنجح أنجزا مهمتكما. المقنعون الصغار، هيا. علي التذكر، لا تتسرعي. هيا يا فتى القط. سأذهب. لا، سأنتظرك. هيا يا صانع السكك، اطمع المزيد من السكك. المزيد. قفزة القط الخارقة. حسنا، حان دوري الآن. برفق وتمهل. أحسنت صنعا بومة. ماذا؟ توقفوا أيها المتطفلون، لقد فات الأوان. أيها الساحق، أبطل صانع السكك. لا،
في الساحة الغارقة، تشفت بي. سأتولى الأمر. عضلات الساحة الغارقة. رأيت روميو، أخبرتك نستطيع إيقاف مختبرك. مختبري الحبيب، أجل أجل أجل. لقد خسرت القطار، لكنني لن أخسرك يا مختبري الحبيب. لنعد هذا القطار أدراجة. سيصر جميع زوار مدينة الملاهي. سأهزمكم في المرة القادمة أيها المقنعون الصغار. لم يشكرنا على المساعدة حتى. لا تقلق يا زاحف، أنقذنا قطار الملاهي الطيار. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا والناس نائمون. ياي، تعالوا، اقترب الوقت. ركبت القطار مرة، لكنني أريد ركوبه مجددا. مرحبا. هاي، اركبوا قبلنا. حقا؟ شكرا أمايا. سأنتظر. استمتعوا، القطار سريع. القط البومة وأنا الساحر يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. أي أطفال الليل، أطفال الأبطال، يحاربوا الأشرار. ليس بذلك خيار. أبطال بلباس النوم. خطة الزاحف للتخلص من الجليد. ما هذا؟ ثلج؟ لكننا في منتصف الصيف. كتل ثلجية؟ هي، كان ذلك رائعا. الثلج يغطي المكان بأكمله. يسقطون. لكن هذا يحدث في نهاية الشارع فقط. ما الذي يجري؟ سنكتشف الليلة. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموت والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. جل يتحول كونر إلى الحقيق. تتحول أمايا إلى بوما. يتحول غريك إلى ساحر. مركبة الزاحف تلتصق بأي شيء، إنها مناسبة للجليد. ماذا عن لنصعد على طائرة البومة؟ سنرى كل شيء من الأعلى. فكرة جيدة أيتها البومة. لكن فكرة مركبة الزاحف. كلا، ربما هما على حق. هيا أيها الزاحف لننقذ الموقف. الوضع يزداد سوءا، تجمدت نصف المدينة تقريبا، حتى القطط والكلاب تصادقت لتنوم بالناس. واو. ماذا؟ النظرة ثاقبة. انظرا، مختبر روميو. وي، هذا ممتع للغاية. كنت أعلم أن روميو السبب. هناك شيء في الجهة الأمامية. إن
إنها تبدو كآلة الثلج. اتبعيها أيتها البومة. أها، كنت أتساءل متى ستظهرون أيها الأخيار المقنعون. ما الذي تنوي فعله؟ أليس واضحاً؟ سأحول المدينة إلى أقوانية جليدية من أجل اختبار الجديد. ثلاجة الاختبار خاصتي. ها، تقريباً أمسكته. وها، أنت تريد جولة رائعة روميو؟ استخدم عضلات الزاحف الخارقة لدفع مختبرك على عجلات. لا يتعلق الأمر بالمرح وحسب، رغم أنه ممتع. بينما تنزلقون وتسقطون في كل مكان، سأقوم بالسيطرة على العالم بأسره. سيسيطر روميو على العالم بأسره؟ إنه منحدر. لا يمكنني العبور، يجب أن نهبط. علينا إيقافه قبل أن يجمد شيئاً آخر. إنه مزلق للغاية. شكراً لك. هي، ربما علي مطاردة روميو، فقدماي لاصقتان. مهلا، لدي خطة ستنجح. لكن خطة اللاصقة أحتاج بعض المساعدة. هيا إلى الطائرة. أفترض أنها قابلة للتأجيل. بسرعة، اعثري بنظرك على روميو، ثم احرصي على ألا يرانا أنا والزاحف. هيا بسرعة. النظرة ثاقبة. هنا. حسناً أيها الزاحف، سأتسلل إلى المختبر من أسفل وأنت من الأعلى، ثم سنسيطر عليه قبل أن يعلم روميو بوجودنا. قفزة القطب الخارقة. لابد أنها الرياح. الآن يقفز الفتى القط على الأنابيب كالنمر ويتسلق مستعيناً بقدراته. لا شيء يقهر الفتى القط. ما الذي أخرك؟ القط المسكين، والآن ابتعد عن مختبر المتثلج. احترس أيها الفتى القط. الجو بارد وأنا عاجز عن الحركة، أخرجني من هنا روميو. بوما، أظنني قادر على إيقاف روميو. انظري. ليس الآن، عاد. الفتى القط، ماذا نفعل؟ لا تقلقا بشأني، روميو يهرب. أوقفا. ألا يمكنكم مجاراتي أيها المقنعون الصغار؟ قد نكون أبطالاً خارقين، لكن فتى القط عبارة عن مكعب من الجليد. علينا أن نجد خطة وبسرعة. هذا ما أحاول قوله. أنا هي، عرفت ما الحل، لكن أحتاج إليك. لكن مع خطتي. حسناً، ماذا أفعل؟ يا جناحي. جيد، حسناً، سأربط الحبل بالمختبر ثم ستستخدم قوتك لإيقافه. أجل، لكن ثم سنسيطر على آلة الجليد. انطلق. هيا. هيل، أتظن أنك ستتغلب على عبقري مثلي أيها الأحمق؟ العضلات خارقة. هيا، سأملك قوة خارقة. زاحف، أين أنت؟ البومة في مأزق.
هجم الريش المتجمد. مكعبات ثلج صغيران وسط الشارع، مكعبات ثلج صغيران باردان جدا. زاحف، لدي خطة. خطتي أفضل. يجب أن تنتهي هذه المهزلة. علي الالتزام بخطتي واستخدام قواي الخارقة. حان وقت البطولة. القطة الخارقة، حان الوقت لاتباع خطتي. ساعداني بتحطيم فوانية روميو الجليدية قدر المستطاع. مستعدان لتسديد كرات الثلج. هي، قد تنجح خطة الزاحف. هيا لنحطم بعض الجليد. الحمقى يحطمون فوانية جميلة. لم يبقى أمامي سوى طريق واحد. والآن سأري روميو كيف هي الحركة فوق الجليد. القطة الخارقة. مرحبا روميو. بفضل القطة الخارقة أتحرك فوق الجليد أفضل منك. هراء، مختبري المتزلج صنع على يد عبقري وهو أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق يا زاحف. لن تمسك بي. عضلات الزاحف الخارقة. لا، نلت منك روميو. حان الوقت لتحريركما أيها المصنعان. أجل، لقد أحسنت صنعا، كانت خطتك رائعة. أجل، نعتذر لأننا لم نصغي إليك مسبقاً. كلا، إنها غلطتي أنا. هنا تخطر لي فكرة جيدة علي التمسك بها. أين أنتم؟ يبدو أن روميو قد تجمد كلياً. أيها المقطعون الصغار المزعجون، تقومون دائماً بإفساد مسارتي. سأهزمكم في المرة القادمة. حسناً، هناك الكثير من الجليد، ومن هو أفضل منا لإذابته قبل صباح الغد؟ فلنهتف معا، نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس دائمون. لا جليد اليوم، أنذهب للحديقة؟ سنركب دراجاتنا، لكن من الأفضل أن في الواقع أنا لدي خطة لنذهب إلى حديقة الألعاب المائية. فكرة رائعة، هيا بنا. لابد أنني نسيت هذا. القط البومة وأنا الساحر يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. ليس بذلك خيار. مستنسخو الفتى القط. والآن سأتدرب على التصويب باستخدام جهاز استنساخ الأشياء. روميو وجهاز استنساخ الأشياء. سأستعين بتخفي الزاحف الخارق وسأخذه. ألقه إلي وسأمرره للفتى القط و... لدي فكرة أفضل، سأحضره الآن. سرعة القط الخارقة. هاي. ماذا؟ أيها الفتى القط، أنت مستمتع في الآلة أيها القط؟ أنزله أيها الروبوت. عضلات الزاحف الخارقة. أنت تتبع الأسلوب الخاطئ. جرب هذا. لنتصرف معاً هذه المرة. سأحلق مع الزاحف وبعدها. انتظري، قفزة القط الخارقة. تخفي الزاحف الخارق.
لقد لا تزاحف الخارقة. لا، ستدفعون ثمن فعلتكم في المرة المقبلة أيها المقنعون. لنحتفظ بهذا الجهاز في مقرنا. فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. التخلص من جهاز الاستنساخ ليس بالأمر السهل، أليس كذلك يا صديقي؟ أنقذ المقنعون صغار الموقف مجددا. كانت خسارتنا وشيكة، تصرف أحدنا من تلقاء نفسه. آسف، أردت أن نفوز فقط، وفوزنا صح؟ الآن ماذا سنلعب؟ كرة السلة، كرة اليد، لنلعب كرة القدم. انظروا إلى كل تلك الكرات. لابد أن روميو يتدرب على الاستنساخ، ولكن كيف؟ الجهاز في مقرنا. لنتفقد الأمر. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما. أجل. يتحول غريغ إلى صاحب. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. أذنا القط. أسمع روميو. كيف حصلت عليه؟ إنه في مقرنا الرئيس. لهذا لن تصبحوا عباقرة مثلي مطلقاً. حالما اخترعت جهاز الاستنساخ استخدمته على نفسي لتكون لدي نسخة، وها هي. استنساخ أجهزة الاستنساخ؟ واستنساخ الروبوتات؟ يا إلهي، علينا الحصول على ذلك الجهاز. لدي فكرة، سأنقض لأخذه من روميو ثم أمرره لك أيها القط وتسلمه إلى الزاحف. سأنزع ذلك الشيء الوامض وأطفئه. استعدا لاستخدام عضلات الزاحف الخارقة. موجاتي الصوتية قوية وستعطل الأجهزة. مهلا. سأستنسخ المزيد من الروبوتات، سيصبح لدي أربعة منها. الموجات الصوتية. واو. أوبس. شكرا لمساعدتي على مضاعفة جيش الروبوتات. جيش الروبوتات؟ هذا صحيح، أخيرا سيمتثل جميع سكان الأرض لأوامري. ماذا لو لم نفعل؟ ستلتقطكم روبوتاتي وتلوح بكم في السماء حتى تغيروا رأيكم. إذا فعلت الروبوتات ذلك سيطيع الناس أوامر روميو. لنعد إلى خطتنا. الكرة الزاغبة. لا بأس، سننجز الخطة بمفردنا. أين ذهب جهاز الاستنساخ؟ النظرة الثاقبة. ها هو. لا، أعيديه إلي أيتها البومة البلهاء. زر الكرات عالق ولن يكف عن الإطلاق. لا بأس، لم يحدث مكروه. أجل، أنا بخير أيضاً. لا أصدق هذا. أيها الفتى القط، لقد تم استنساخك. أعلم. وأنا أيضاً. ما سبب اختلاف شكله وصوته؟ ربما مفعول جهاز الاستنساخ يختلف علينا بسبب قوانا. الروبوتات، انظروا. أحضري الجهاز حالاً أيتها الروبوتات، إنه لاستنساخك وليس المقنعين الصغار. أعطني الجهاز أيها القط، سأنزع ذلك الشيء الوامض. لا أستطيع، ثمة الكثير من الروبوتات، لكن ربما إن كان هناك المزيد من المقنعين. يا إلهي، لا أصدق عيني، أصبحوا أربعة. أجل، لدي خطة وأنتم جزء أساسي منها. هيا، سوف ندحرج تلك الروبوتات. انتهى أمرك. ليس بهذه السرعة، يبدو أن نسخك لديها خطتها الخاصة. ماذا تفعلون؟ دعوا
الروبوتات. لدي فكرة أفضل، سأدحرج هذا الروبوت ليصاب بدوار. سأتسابق بهذا الروبوت حول المدينة. أنا سأدحرج الروبوت خاصتي لأطول فترة ممكنة. إلى اللقاء. احترسوا. روبوتات علقيهم في الهواء. علينا استعادة الجهاز، سنتبع خطتنا الآن. دعاني أحاول للمرة الأخيرة، لدي فكرة أفضل، ومع كل هذه القطط لن نفشل. سنستخدم هذه الجذوع لاحتجاز روميو. لكن كيف سنستعيد الجهاز؟ سأفسر الأمر لاحقا. بسرعة. ها؟ لا. أيها المقنعون المزعجون. الروبوتات، لنا سكينا لها ونطلق الزمبرك عند عودتها. سأصنع قاذفة لها. سأركض على جذع بسرعة لأعرقل ذلك الروبوت. مهلا، توقفوا، نحتاج تلك الجذوع. نحتاج إليها. توقفوا، التزموا بالخطة رجاء. لن أتبع خططي. بل خططي، انتظروا حتى تروا قاذفتي. هذا مريع، ماذا دهاهم؟ يتصرفون من تلقاء أنفسهم. كما تفعل أنت؟ بإمكاني تصويب الأوضاع، سأحضر الجهاز. اطمئنا. يمد الفتى القط مثلبه ويستخدم الجهاز. أنا قادر. روبوتات، هيا أمسكي بهم. لقد أفسدت خطتي. وأنت أفسدت خطتي، انتبها. هذا ثقيل. أمسكت بإحدى نسخ الفتى القط يا سيدي. هذه كارثة حقيقية. كان عليك أن تستمع لنا، نحن فريق، أتذكر؟ آسف، نسيت ذلك، شأني كشأن البقية. آسفون. حان وقت البطولة، سرعة فت الخارقة. إذا ما حررنا القطط سيكون عددنا كبيرا. ألديكم اقتراحات فريق؟ لدي اقتراح آخر. المقنعون الصغار موجودون عند الشجرة الموجودة خلفكم، انزلوا القطط لنذهب إليهم. توقفي يا قطع الخردة، أنا بصدد الخروج، إنه كمين. حسنا أيتها القطط، سنستخدم اختراعاتكم. مرحبا. ها هم البقية، لنأخذ مواقعنا. هيا يا روبوتات. إلى ما يخطط المقنعون المزعجون؟ والآن إلى الأخير، سرعة القط الخارقة. أمسك بذلك القط روبوت. لا لا لا، ابتعد عني. نجحنا، جهز عضلات الزاحف. لكن إذا ما أزلت شيء الوامض ستختفون. لن نختفي، بل سنعود كفة قط واحد. هذا فريق، افعلها زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. نعم نعم، سأنال منكم أيها المقنعون، لقد قضيتم على روبوتاتي لكنكم لن تتخلصوا مني مطلقا. لنحتفظ بهذا مع الآخر، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. كل شيء عاد كما كان، وأنت عدت إلى طبيعتك. أكيد، والآن ماذا سنلعب اليوم؟ ما رأيكما بكرة السلة؟ كرة القدم، أحب كرة القدم، لنلعبها.
فلتقررا بدلا مني. القط البومة وأنا الساحر يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار، أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. ليس بذلك خيار. حاسة الزاحف الخارقة. قاعدة لعبة الإمساك بالعلم بسيطة، هناك فريقان وكلاهما لديه قاعدة وعلم، أول فريق يمسك بعلم الفريق الآخر ويضعه في القاعدة يفوز. أي أسئلة؟ أجل، لماذا أنت بارع في الرسم وأنا فاشل للغاية؟ لا يجيد الجميع الرسم، كل منا لديه ما يبرع فيه كهذا. يا إلهي، دعيني أجرب. لا أقوم بأشياء رائعة. أنت بارع في القيام بأشياء لا نبرع فيها، مثلاً ستتفوق علينا بالإمساك بالعلم. أجل، ربما سأفعل، لنذهب إلى الحديقة. لحظة، لما يوجد علم نينجا الليل فوق المقر؟ علينا أن نؤجل اللعب، المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس رائعون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. علينا أن نعرف ما يخطط له نينجا الليل. إلى مركبة زاحف. أذنا القط. أسمع محاربي نينجا يضحكون. النظرة ثاقبة. محق، أراهم وأرى نينجا الليل، إنهم خارج مدرستنا. عمل رائع من أذني القط ونظر البومة. بالطبع، قواكما رائعة، لكن قد تكون لدي قوة إضافية رائعة أيضا، إنها حاسة الزاحف الخارقة. لم تذكرها من قبل، ما وظيفتها؟ تشعرني باقتراب الخطر، أشعر بوخز في ذيلي عند اقترابه. إذن بحاسة الزاحف الخارقة يمكنك الشعور وإن كان نينجا الليل في الأرجاء؟ بالتأكيد، في الواقع عرفت أنه في المدرسة من البداية، وحتما ستساعدنا حاسة الخارقة لنمسك به. نينجا الليل، لماذا وضعت علما على مقرنا؟ لأن هذه قاعدتكم وقد أصبحت قاعدتي الآن، سأجعل العالم يعرف أنني الأفضل في لعبة الإمساك بالعلم. من سيلعب معك؟ أنتم أيها المقنعون، وإلا فسأحول مدرستكم إلى مدرسة ليلية لنينجا الليل. مدرسة نينجا الليل الليلية. ماذا سيحدث إن فزنا؟ كأنكم تستطيعون، لكن إن فزتم فسأترك مدرستكم، وإن خسرتم فسأبقى هنا وسأحصل على مقركم الرئيس. مستحيل، انسى الأمر. لك هذا. أول من يمسك بعلم الآخر ويعده إلى قاعدته يفز. بواسطة حاسة الخارقة سنفوز بهذه اللعبة، سيكون الأمر في غاية السهولة. متأكد من حاستك الخارقة؟ لديك العديد من القوى الرائعة الأخرى، لكنها لا تنفع للإمساك بالعلم. ليست كحاسة الخارقة، إنها ممتازة. مستعدون لنلعب لعبة الإمساك بالعلم أيها الفاشلون؟ لتبدأ اللعبة. يجب أن يبقى أحدنا هنا للمراقبة. بنظرك الثاقب ستكونين ملائمة للمهمة،
إذن من سيذهب للمدرسة؟ أنت أيها القط، ستسمعني جلايل بأذنيك الخارقتين. بنظرك الثاقب وأذني الخارقتين لن يتمكن من التسلل. نسكوا حاسة الخارقة التي ستدلني على مكانه. إنه داخل المدرسة يخطط للإمساك بعلمنا وأيضاً يراقب علمه، لذا وقت الإمساك بعلمه. ظننت أن حاستك الخارقة تجعلك تشعر باقتراب الخطر. اقترابه أو بعده لا يهم، تجعلني أحس بأي شيء. حسناً، إذن هيا لنأخذ علمه. عليك أن تبقي هنا وتراقب علمنا. علينا أن نتخطى محاربي النينجا. لكنه ليس هنا، كانت حاسة الخارقة محقة. إنه بالداخل، حان وقت أخذ ذلك العلم. حقق الزاحف الخارقة. ماذا؟ لا، هل تبحث عني أيها الزاحف؟ سرعة القط الخارقة. حاستك الخارقة قد أخطأت. حاسة خارقة، مستحيل. لم تكن مخطئة، كان نينجا الليل في المدرسة فعلا، لكنه لم يكن بالداخل. أنت وأنت تعال معي، علينا أن نحضر العلم، أما البقية فعليكم حراسة العلم. إنه يتجه لأخذ علمنا، سنساعد البومة. لا يوجد أحد سوى البومة. ماذا؟ الزاحف يتجه نحو الغابة؟ لنجعله يظن أن حاسته الخارقة السخيفة صحيحة. لماذا نحن في الغابة؟ سيكون نينجا الليل في المقر. حاست الخارقة تخبرني بأنه قريب من هنا. في الواقع إنه هنا. أمسكت بك. آسف زاحف، لكن لا أحد هنا. ربما لا تملك حاسة خارقة. سرعة القط الخارقة. ماذا يحدث؟ لقد كنت محقا، وهذه القذائف تثبت ذلك. والآن تقول حاسة الخارقة إنه ذهب من ذلك الاتجاه. هيا. يظن ذلك الزاحف الأحمق أنه سيفوز في اللعبة. هناك شيء آخر في انتظاره. لم تكن حاستي خاطئة، لقد ذهب من ذلك الاتجاه. نحن عالقان، لن نذهب إلى أي مكان إلى أن نزيل هذه. ستأخذ وقتا طويلا، اتبعني. تقول حاستي إنه سيتسلل إلى المقر الرئيس من الخلف، من الجانب الآخر للبحيرة. لكن حاستك أخطأت لمرتين، لن نخاطر مجددا. إذن سأذهب وحدي وسأثبت لك بأنني محق. انتظر، يجب أن نساعد البومة وإلا سوف نخسر. بومة، ذهب الزحف وحده. ماذا نمسك به نينجا الليل؟ لنذهب ونجده، لكن لن يبقى أحد لحراسة المقر. سأثبت لهما أنني أمتلك حاسة خارقة. يا إلهي، أنا عالق. لا، لكن هذه القذائف تعني أن نينجا الليل هنا، يعني أن حاستي صحيحة، إنها حقيقية فعلاً. أرجوك، أنت لم تشعر بوجودي حتى، أنا كنت أعرف تحركاتك. هل كنت مخطئاً؟ السبب الوحيد لمجيئك هنا هو وضع فخ لي. أجل، وحين يغادر صديقاك المقر كي يعثرا عليك سأمسك بعلمكم. ها هو يحتاج لنا، تماسك أرجوك. آسف لأنكما اضطررتما للمجيء لمساعدتي. لا أحد يحرس المقر الرئيس الآن، والنينجا سيفوز. ليس لدي حاسة خارقة. أنت تملك قوة خارقة كالتخفي وقبضة الزاحف الخارقة، وهي مذهلة مثلك تماما. أنتما محقان، شكرا لكما. يا إلهي، سفارة إدارة المقر الرئيس أمسك بعلمنا لكنه لم يفز. عليه أن يأخذه إلى قاعدته. مركبة الزاحف عالقة، لكن إن استعملنا مركبة أخرى سنصل قبله إلى المدرسة. ويمكنني إيقافه، ليس بحاسة خارقة من اختراعي.
بل بقوايا الخاصة. حان وقت البطولة. حالما أضع العلم في قاعدتي ستصبح المدرسة ومقر المقنعين لي للأبد. ها؟ تأخرتم أيها المقنعون. هيا يا محاربي النينجا، النصر لي. يبدو أنه سريع للغاية أيها الفتى القط. لا يمكننا أن نمنعه من الفوز. يؤسفني أن صديقكم الزاحف ليس هناك ينحني لنينجا الليل الفائز، لكن محاربو النينجا يستطيعون. ماذا يحدث؟ أين عالمي؟ لم تتوقع رؤيتي يا نينجا الليل؟ لكن هذا مستحيل، لقد كنت عالقا. إلى أن جاء صديقاي وتركاني هنا على السطح، وبخاصية التخفي أمسكت بالعلمين بسهولة. بالإذن، علينا أن نضع العلمين على قاعدتنا. المقنعون الصغار يفوزون. هذا خطأكم يا نينجا، أنتم لا تستحقون مدرسة نينجا الليل الليلية، طلاب سيئون. نجحت أيها الزاحف، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. أنا لا أرى شيئا، أتسمعه؟ لا، الأمر ليس سهلا من دون نظرك الثاقب وأذني. قد لا تكون لدي حاسة خارقة، لكنني ما زلت أشعر بأنني سأفوز. قدرت، غريغ هو الفائز. أنت الأفضل في هذه اللعبة. أجل، أثبتت ذلك لمرتين. شكرا لكما، لكنكما لا تزالان أفضل صديقين على الإطلاق. القط البومة وأنا الساحر يعملون في الليل من أجلي أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. أي أبطال الليل من أبطال الأبطال ومن الليل ليس بذلك خيار. البومة وزهرة القمر. أحب صف البستنة، انظروا إلى زهرتي. نمت زهرتي كثيرا، إنها ضخمة. أنت متهدلة للغاية. هاي، كيف زهرتك أمايا؟ إنها بخير، ممتازة. عليك أن ترويها كثيرا. أعرف. ربما عليك أن تضعيها على طاولة أخرى حيث توجد أشعة شمس. سأفعل بعد أن أرويها. يمكننا مساعدتك يا مايا، التحقنا بنادي البستنة، لقد تعلمنا الكثير. شكرا، لا أحتاج للمساعدة، يبدو نادي رائعا، لكنني لست بارعة في البستنة، أقصد أنني بارعة، لا أحتاج إلى النادي. ربما أحتاج إلى المزيد من معدات البستنة. أين اختفت الأشياء؟ عودت لولا، هذا يعني أنها هنا. لماذا تحتاج إلى معدات البستنة؟ إنها تظهر ليلاً وحسب. ولا تنمو النباتات ليلاً. أنت ريان، أعرف أشياء عن البستنة. مهما كان ما تفكر به فهو ليس جيداً. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بومة. أجل. يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. الفتاة لونا في مكان ما في المدينة ومعها العديد من معدات البستنة، لكن أين؟
المنطقة المليئة بالأعشاب ستكون ملائمة للبستنة. الحديقة! إلى طائرة البومة! حسناً يا لونا، أين أنت؟ النظرة ثاقبة. بومة، انظري أمامك. ما هذا؟ لا أعرف، لكنني لن أرغب في أن ينبت في حديقتي. ها هي الفتاة لونا. هاي لونا، ماذا فعلت؟ ألا تعجبك زهرة القمر؟ لقد انتهيت من معدات البستنة. اتضح أن كل ما تحتاج إليه زهرة القمر هو جرعة كبيرة من أشعة لونا الليلية. واو، إنها زهرة واحدة مخيفة. واحدة؟ ها، إنها مخيفة أكثر مما تظنون. انتظروا حتى يفتح قرنها ويطلق مئات البذور. كل بذرة ستسقط على الأرض وستنمو لتصبح زهرة أخرى، وكل واحدة من تلك الزهور ستطلق المزيد من البذور وتتحول إلى أزهار. لمن هذه الخطة؟ سيكون هناك الكثير من أزهار القمر ولن يكون هناك متسع لأي أزهار أخرى. علينا أن نوقف تلك الزهرة قبل أن تغطي الكوكب برمته. ماذا تعلمنا في نادي البستنة حول التخلص من الأعشاب القبيحة الضخمة؟ هذا سهل، الحفر هو الحل. لا انتظري، العشبة الكبيرة لها جذور كبيرة. تخلصي منها كلها، إن تبقى جذر واحد سينمو ويتحول إلى زهرة قمر أخرى. إذن سنقوم بالحفر، هذه هي البستنة على طريقة البومة. لا أصدق هذا، لقد تخلصت من واحد منكم، بقي اثنان. سرعة الخط الحارقة. عضلات الخط الحارقة. هي لدي فكرة، هذه الزهرة تنمو في الليل صح؟ إذن لا تحب الضوء، إن سلطنا عليها أشعة طائرة البومة فقد تتقلص. مهلاً، ماذا عن فكرة الحفر؟ أعرف أشياء عن البستنة أيضاً، أتذكران؟ بومة، إن الحفر لم ينجح. لم أنجح بالمجرفة، لكن ما رأيكما أن نستخدم مخالب طائرة البومة؟ سأطير حولها وسأحفر وسأبتعد عن الأغصان الملتصقة هذه المرة. حان وقت الحفر. حسناً، حان الوقت للسيطرة على أحدهم. لقد علقت مجدداً. يا للأسف، أمر مستحيل. أمسك بك عضلات الساحب الخارقة. اتركي صديقي لونا. هي عيدي لي مغناطيسي. كنت أهررك. لا أظن ذلك أيها الزاحف. زاحف انتبه. هيا يا زهرة القمر اكبري، أطلق البذور كي لا يبقى متسع لأزهار أخرى أو لأي شيء آخر. الحفر لن يفي بالغرض أكيد. محق. هي أتساءل ماذا سيحدث لو سقيناها. سقيناها؟ هذا يجعل النباتات تنمو. لكنها ليست نبتة، إنها عشبة غريبة، قد تتقلص إن سقيناها. هي مهلا، خطرت ببالي فكرة. سنطوق النبتة بالخرطوم ونسحبها. بومة، لست واثقا من ذلك. حسنا سأجرب. أعرف لم أكن في النادي، لكنني أعرف أشياء عن البستنة. انتظري لحظة. ها؟ هي أنت بومة. حسنا، الآن علي أن أسحب.
بسببي أنا. مؤسف أيها المقنعون. يا إلهي. إنها تنمو في كل مكان. ستحصل على حديقة مليئة منها. ستنمو في أرجاء المدينة وستدمر النباتات الأخرى. ما كنت لأنجح من دونك. إنها محقة. كان يجب أن أطلب المساعدة، لكنني أردت أن أريكما بأنني أعرف أشياء عن البستنة رغم أنني لم ألتحق بالنادي. لا بأس أيتها البومة. ألديكما أفكار الآن؟ كل آذان صاغية لكما. سأفكر سأفكر. هذه البذور منتشرة. أو إنها تطير بنفس اتجاه الرياح. مهلا، هذه الفكرة رائعة صديقي. إنها تطير باتجاه الرياح. علينا أن نجعل الرياح تهب بالاتجاه الصحيح. أعرف ما الحل، ولكن أحتاج إلى معلومات عن البستنة. ما الخطة؟ تعال معي، حان وقت البطولة. أنت مستعد؟ حان وقت عملية إطلاق الرياح. الفتى القط مستعد؟ مستعد؟ رياح البومة الخارقة. هاي بذوري. سيطرت على جميع البذور. حقا؟ شاهدوني وأنا أزرع المزيد. لنجرب فكرتك. النباتات العادية تحب الضوء والماء. لن تحب هذه النبتة السيئة ذلك أكيد. الأمر ينجح. لا أيها المقنعون الصغار، سأعود. نجحنا، فلنهدف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف ونحن نائمون. جائزة أفضل زهرة دوار الشمس لي أمايا. واو، أريد أن أشكر صديقي على نصائحهما. رائع معرفة كمية الماء المناسبة والإضاءة الملائمة. فعليا هذه الكأس لكما. أجل أبطال.